نحب نعرفكم بنفسنا. أنا ريما. إزيكم؟ أنا اسمي ريما بنت هادية لطيفة. زيكم كلكم يا أطفال. وأنا بمثلكم كلكم. كل طفلكم زي أنا. وأنا بهيمة. كيفكم يا أطفال؟ أنا بمثل عقل ريما. مش عقل ريما بس، لا ده عقلكم كلكم يا أطفال. يبقى أنا هنا بمثل العقل اللي لو ريما وقعت في مشكلة، العقل هو اللي بيفكر. لو مش عارفين نتصرف حاجة، أنا بحاول أفهمكم نتصرف إزاي، لأن العقل هو أهم جزء في الإنسان. وهي بنا نسمع حكايتنا اليوم. هتحكيها عليكم اليوم ريما. يلا اتفضلي يا ريما. مالك يا ريما؟ ليه كل هذا الصياح؟ أنا صورتك، ضميرك وعقلك الذي يعكس لك صورتك الإيجابية. ماذا؟ ماذا تعني بصورتك الإيجابية؟ أنت الآن غاضبة وأنا عقلك وضميرك، والغضب شعور طبيعي ولكن هو شعور سلبي. أتمنى أن تشعري به كثيرا. أختي الصغيرة لعبت عقلي وعبست روحتي وطمست مع عدوها. كيف سأشترك بصورتك الرسمية؟ تفضل يا حلوة تزودي الوصبة. لكن مصدر كبيرة بس ما بأخذ صغيرة. عليك الأول بالهدوء. ويجب أن تعرفين أن الغضب شعور طبيعي عند الإنسان، ولكن يجب أن تتعلم التحكم فيه. نعم يمكنك التحكم فيه بسهولة. فعندما تشعرين بالغضب لا يجب أن نضرب أو نكسر الأشياء. يجب أن تقوم بالعدل من واحد إلى عشرة مع أخذ نفس عميق ثم حبسه بلغة الثواني ثم أخذه بهدوء. وهل سهلت بعد عام ذلك؟ نعم يمكنك تجربة ذلك الآن مع تغيير وضعك. إذا كنت واقفة اجلسي ثم تنفسي ثم قم بتدريبك على التنفس بشكل صحيح كما ذكرت لك سابقا. علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.